نعم، حسن فوق كمان. أي آخر مش كمان، اسأل سؤال آخر. أنا مين يجوز إن أنا مثلا أنظر لوجهها مثلا؟ مين؟ تنظر بأدب أيضا، أمك أختك، لكن تنظر ابنتك بأدب. لا أنا مثلا مرات أخويا مثلا قاعدة معانا في البيت وكده، لا، مرات أخوك حرام عليك إنك تنظر إليها. يعني مثلا إحنا قاعدين ناكل مع بعض، الحم قاعدين مع بعض، والموت، ولا خليك تاكل معاها. إحنا قاعدين بيت عيلة. طب ما كلامكم غلط يا بيت العيلة، يعني لا يجوز لا يجوز طبعا، لا حتى ما يجوز اكلش معاها، حتى حتى ما تاكل معاها. ليه؟ مش مع انا بابا معايا وماما وكله. بابا وماما ياكلوا، صح، بابا وماما معايا يا حبيبي، لكن انت رجل اجنبي. كم عمرك، طفل ولا رجل؟ 19 ها، 19 يعني بالغ. ايوه من قولي القربة من الرجال ولا مريض؟ ايوه طب خلاص، لا تنظر الى امرأة اخوك، قال الرسول الحم الموت. لو باكل ما ابص في الارض كده. ما تاكلش معاها خالص، كل بعيد عنها. ما هي ست بتعمل اكل وكل حاجه، يعني ماشي في الدرع على اكن اختنا. لكن اختكم ما غلط كله، والله يا اخي غلط، يعني لا يجوز. لا يجوز والله يا اخي. تمام يا شيخ، شكرا. الله يكرمك، اجنبيه بالنسبه لك، الله يغفر لك.